ما ذكرته قبل شوية عن زكراني وتغيير المدرب في ضمك، أكد لك هو الآن. أشوف التغيير لما يكون بعد إلغاء عقد المدرب، مباراة في المتناول. شوف اللي حدث اليوم، تخيل الفتح اليوم لعب مع الهلال في الرياض وانت غيرت المدرب وخسرت، استمرار في الإحباط. هنا كانت في مباراة في المتناول، كان التغيير في وقته. شوف اللي حدث، حدثت الصدمة المطلوبة اللي يبغوه الفتح، حدث اليوم تغيير مدرب، فوز قوي، وبالتالي الآن معنويات الفريق والثقة كبيرة في هذا المدرب القادم، رغم أنه يمكن ما عمل أشياء كثيرة لأنه ما لحق يعمل هذا الشيء. 3 نقاط من أغلى النقاط في بالنسبة للفتح في 4 5 سنوات الأخيرة، طبعا بعد بطولة الدوري، لأنه لو خسر اليوم كان ممكن يتجه إلى الهاوية، لأنه كانت مباراة في المتناول أيضا مفروض تفوز فيها. مبروك للفتح العودة، وهارد لك للعدالة، لا تزعلوا كثير. هذه الفرق لا نستغرب لما ينطرد منهم لاعب، لا تستغرب انه ينهزموا ب4 و5، لانه الفرق هذه الصاعده والفرق اللي ما عندها امكانيات كبيره من اللاعبين، لما يخسروا لاعب في الملعب ببطاقه حمراء بالتاكيد حيحدث انهيار، ما هي مثل الفرق المقدمه اللي ممكن تتحمل ذلك. لهذا شفنا اليوم العداله انه خسر بهذه النتيجه، لكن العداله فريق يبقى فريق جيد وسيعود بالتاكيد، لانه بوجهه نظري هو افضل فريق من الفرق الصاعده، وفريق فعلا فيه لاعبين مميزين.